السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كديرين مع الأجواء ديال التحضيرات ديال رمضان؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كتشارك معكم شباكيتي اللي كتجي الشيشة وصاربة العسل ومزعبة من الداخل وغيب التلاك بلا ماكينة. خرجت شباكية شيشة. إن شاء الله خليكم على الفيديو حتى الأخر تكتشفوا تفاصيل ومراحل تشكيل الشباكية. بالنسبة للمقادير استعملت كيلو تاع الدقيق الحلويات، ضروري يكون الدقيق الممتاز، مع كاس تاع الزنجلان حمرته غير شوية، غير صهدته فوق المقلة وطحنته مزيان، مع كاس تاع اللوز مطحون بالقشور ديالو ومغربل ضروري، وكنحتاجو الكاس تاع الزيت، كاس تاع ماء الزهر، وكاس تاع الزبده مذوبه مع معلقه من القرفه، وكذلك معلقه من النافع، ومعلقه من حبه حلاوه. ضروري يكونوا مطحونين مزيان ومغربلين. وكنحتاجو صفر بيضه وزنجلان محمر حتى هو، يا كنحتاجو التين. ونسيت هنايا ما ذكرتش هنايا الخماره، كنحتاجو الخمارة تاع الحلويات، ولكن غنحتاجو فيها غير معلقة صغيرة، الراس تاع معلقة صغيرة أحسن. على بركة الله، من بعد ما غربلت الدقيق زدت عليه كاس تاع اللوز، كاس تاع الزنجلان، ومعلقة تاع النافع، ومعلقة تاع حبة حلاوة. ومعلقه كبيره تاع القرفه حتى هي. دابا غادي نخلط كلشي بيديا باش القوام يدخل مزيان مع الدقيق. هنايا نضفت شويه تاع الملحه، من بعد ما يتخلط الدقيق مع القوام كاملين مزيان غادي نزيد الزيت والزبده حتى هي. كنضيف كاس تاع الزبده مع كاس تاع الزيت وصفر بيضه، وكاس تاع ماء الزهر. غنضيف ليه شويه تاع الملون الاصطناعي، الا كان زعفران حر زعفران شعره احسن، ولكن ما متوفرش عندي غنستعمل غير ملون اصطناعي باش يعطيها اللون زوين.
وما الزهر نبدا غنضيف غير نص تاع الكاس حتى نشوف واش باقي خاصني. غنضيف غير النص حتى نعجن العجينه ونشوف. بالنسبه الى خاصنا مازال الماء راه كنزيدوه. هنايا ضفت نص تاع الكاس تاع مازال اللي باقي. هنايا غنضيف الخل، 3 معالق كبار تاع الخل. وغنبدا نجمع العجينه، ولا خصني شويه تاع الماء راه كنزيدو غير شويه، غير ما بارد ما ماشي ما سخن. هاهي العجينه من بعد ما تجمعات ضفت ليها مازال تقريبا نص كاس تاع الماء، ونسيت انايا ما تمسح ليا البارتي ديال الفيديو فاش ضفت نص معلقه ديال الخميره ديال الحلويات. من بعد ما عجنت العجينه قطعتها على هذا الشكل، ودرت فيها كويرات. كندلك العجينه ونشكلها على شكل ظرف حتى كنكمل جميع الكويرات اللي عندي. كندلك العجينة ونشكلها على هذا الشكل. نفس الطريقة غنديرها للعجينة كاملة.
من بعد كندلك العجينه مزيان حتى تولي رقيقه على هذا الشكل، ونبدا نشكل بهذا الماكينه اللي كتجي سهله صراحه، نفعتني بزاف بزاف. كتوفر الوقت والجهد حتى هو. وبالنسبه للتباك راه كل واحد كيشبك بالطريقه اللي كتجي سهله واللي مولفه. كاينين طرق كثيره. كنقلي الشباكيه في زيت سخونه ونار مهيله باش ما تحرقش الشباكيه من الفوق وتبقى ما طيباش من الداخل. صافي غير كتقلى وكتاخذ اللون الذهبي كنفندا في العسل. هذه طريقتي في الاحتفاظ بالشباكيه
كندير طبقه الاولى ندير عليها ما بين الطبقه الاولى والثانيه كندير السلوفان باش كل طبقه محافظه على العسل ديالها ما تبقاش غير الطبقه التحتانيه اللي عامره بالعسل كنكمل على هذا الشكل حتى نكمل كاع الكيمياء اللي عندي صافي كل طبقه ونرش عليها الزنجبيل وصلنا النهاية ديال الفيديو كنتمنى تشجعوني بلي لايك وبالتعليق ديالكم الزوينة ونتمنى لكم رمضان مبارك وعشركم مبروكة والله يبعد علينا هذا الوباء والبلاء إن شاء الله في أقرب وقت